ازيكم يا احلى متابعين قناه ماينكرافت بالعربي. فيديو النهارده هيسهل حرفيا حياتك في ماينكرافت. شفتوا في الفيديو اللي فات احنا اضطرينا ان احنا نتحرك 2000 بلوك في العالم عشان نروح للسترونج هولد اللي هي فيها بوابه التنين. بعد النهارده مش هنحتاج ان احنا نتحرك كل ده، لان احنا هنبتدي نعمل طريقه ربط بوابات النذر في ماينكرافت. الطريقه دي مفيده ليه؟ لان البلوكايه الواحده في النذر بتساوي 8 بلوكات في العالم اللي احنا فيه في ماينكرافت. يعني لما نتحرك جوه النذر هيكون اسرع بكتير ان احنا نتحرك في العالم بتاع ماينكرافت. فحرفيا بدل ما نتحرك 2000 بلوكايه احنا هنتحرك 250 بلوكايه بس جوه النذر. يا جماعه هنحتاج بقى يا شباب نجيب معانا سلالم كتير، فهنعمل ستيكس، ومن الستيكس هنعمل لادرز. اللادرز دي اللي هي السلالم. بعد كده نروح على طول على النذر بتاعتنا اللي هي قريبه من البيت. انا هبتدي ان انا الربط كله يكون من النذر اللي قريبه من البيت. اول ما ندخل بقى يا شباب هنستغل تركايه كده موجوده في ماينكرافت، وهي ان الارتفاع عن سطح الارض ما بيفرقش بالنسبه لمستوى النذر في العالمين، سواء في عالم الخارجي او في العالم بتاع النذر. تمام، فاحنا هننقل البوابة النذر اللي احنا عاملينها دي هننقلها فوق خالص لابعد طول نقدر نوصل له في النذر. تمام، فهبتدي بس العلامة بتاعتنا هتكون من جنب البوابة بتاعت النذر عشان لما اطلع لفوق خالص اعرف ان انا هبتدي ان انا ابني النذر على يمين البلوكات اللي انا هعمل عليها سلم دلوقتي دي. تمام، هبتدي بقى ان انا اكسر النذر اللي معايا. نسيت اقول لكم طبعا محتاجين دايموند بيكاكس واحنا داخلين، بس طبعا يعني احنا في النقطه اللي احنا فيها دلوقتي احنا اصلا معانا دايموند بيكاكس ومعانا الدرع النذرايت ومعانا حاجات كتير يعني. تمام، فهناخد كل الاوبسيديان بتاعه البوابه بتاعه النذر عشان هنبنيها بقى فوق بعد ما نطلع لاعلى ارتفاع ممكن نوصل له في النذر. يا جماعه بعد ما بناخد الاوبسيديان كلها هنبتدي ان احنا نطلع على البلوكات اللي احنا عملناها دي، وكل ما نطلع 3 بلوكات مثلا نروح حاطين السلالم بحيث ان انا بعد كده بقدر ان انا اطلع وانزل لو احتجت ان انا انزل يعني. بس غالبا مش هنحتاج ان احنا ننزل بعد كده، لان انا هربط، هقول لكم هربط ايه، هربط النذر بتاعه السترونج هولد اللي هي اللي بتوديني على بوابه التنين، وهربط كمان المكان بتاع النذر فورتريس اللي هو بيوديني على حصن النذر اللي هو جواه البلايز. يعني الفيديو بتاع النهارده فعلا مفيد يا جماعه، ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد هنا، وهسيبكم يعني في الحته اللي جايه دي اعتقد مش محتاجه شرح، بس محتاجين تشوفوه انا بعمل ايه بس قدامكم. يعني هكمل بعد ما نطلع فوق واشوفكم كمان كام ثانيه. اظن كده بقى الطريقه بقت واضحه ازاي نطلع فوق. احنا يا دوب بنكسر بس البلوكات اللي فوقينا والبلوكات اللي جنبنا، وبعد كده بنطلع لفوق ونعمل سلالم تحتنا. القصه سهله جدا طبعا يعني، صح؟ احنا دلوقتي وصلنا، ممكن نفتح F3، نضغط على F3 في الكيبورد عشان نلاقي ان احنا وصلنا للارتفاع او الاحداثي 119 على الواي. يعني حتى شايف احنا لقينا البيدروك اللي هي فوقينا دي ما بتتكسرش، فمعنى كده يعني تقريبا احنا على اعلى ارتفاع، وانا اصلا يعني خلاص هحط كل النذر بتاعتنا في الارتفاع اللي هو 119 ده يا شباب. تمام، هكسر بقى حواليا المكان ده كله اخليه يعني كانه مثلا بيتي الجديد، فاهمين؟ كانه بيتي الجديد، هي مش بيت لكن يعني هيكون كانه صاله مثلا. الصاله دي هعمل جواها الطرقات، او كل طرقه بتوديني على النذر او المكان اللي انا عايز اروح له او المكان اللي انا عايز اسافر له في العالم الخارجي او في عالم النذر اسرع بكتير وامن، لان احنا مش هنتعرض لاي موبس ولا بيجلين ولا اي حاجه بعد كده يعني، فالموضوع هيبقى امان 100%. بعد ما بخلص بقى يا شباب لو لقينا الوضع اللي قدامنا ده كده مش امان، لان في ممكن يعني يحصل ان انا اقع من هنا ولا حاجه، فبنقفل يعني لو لقينا اي فراغات بنقفلها عادي بالبلوكات اللي معانا. وزي ما قلت انا جنب السلم هبتدي ان انا اعمل الاوبسيديان او هعمل بوابه النذر جنب السلم. احنا اتفقنا على كده واحنا طالعين، صح؟ بس المره دي انا مش هعمل البوابه تكون كبيره، لا انا هعملها بان انا اوفر البلوكتين اللي هم بيكونوا على الاحرف، فبالتالي انا وفرت حوالي 4 اوبسيديان يعني ممكن نستخدمها بعد كده قدام.
فخلينا نستخدم الاوبسيديان دلوقتي ان احنا نعمل بوابة تانية فوق بالشكل ده. وبعد ما نكون البوابة خلاص معنا الفلينت اند ستيل، بنروح عاملين بالولاعة نفعل بيها بوابة النذر. تعالوا نختبر اذا كانت البوابة شغالة ولا لا، نشوف هتودينا لنفس المكان. ودتنا لنفس المكان فعلا، المكان اللي احنا دخلنا فيه في البداية، ودي البوابة اللي عند البيت بتاعنا. يبقى كده زي ما قلت لكم يا شباب، الارتفاع عن سطح الارض ما بيفرقش بالنسبة لتواجد البوابات بتاعت النذر، فعشان كده كان سهل ان احنا ننقل بوابة النذر لفوق لأعلى ارتفاع في عالم النذر، بحيث ان هي تكون بعيدة عن اي موبس والدنيا تكون امان، والتنقل بعد كده هيكون اسهل، لان انا عملت نفس القصة دي كمان في السترونج هولد. فاكرين في الفيديو اللي فات لما كنت رحت اموت التنين، قلت لكم ان انا هعمل بوابة النذر دي وهقول لكم ليه بعدين في الفيديوهات اللي جاية. هو ده الفيديو يا شباب، ان انا عملت نفس بوابة النذر ورفعتها في المستوى اللي هو 119 اللي احنا فيه دلوقتي، وكتبت الاحداثيات بتاعتها هنا، السترونج هولد نذر، كتبها في الشات زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا احفر بحيث ان انا اعمل ممر او طرقة توديني للنذر بتاعة السترونج هولد او بوابة التنين بعد كده. عايزكم بقى تركزوا في النقطة دي جدا، عشان انا مش عارف اصلا هعرف اشرحها ولا لا. المهم يا شباب، الاكس احداثي الاكس بيتمثل بالخط اللي هو لونه احمر، واحداثي الواي بيتمثل باللي هو الاخضر، واحداثي الزد بيتمثل باللون البنفسجي ده، تمام؟ احنا اللي يهمنا ان احنا نمشي في الاتجاه اللي بيزود الاحداثي الاكس والزد. فلما نشوف الخطين بتوع الاحمر والبنفسجي متجهين لقدام، معنى كده ان انا لو مشيت في الميل ده هبتدي ان انا امشي في الاتجاه اللي هو بيزود الاكس والزد. انا محتاج ان انا ازود الاكس والزد الاثنين مع بعض مرة واحدة عشان اقلل من المسافات البلوكات اللي انا بمشيها عشان اوصل للاحداثيات اللي انا عايز اوصل لها، اللي هي في الحالة دي طبعا هي احداثيات بوابة النذر اللي انا عاملها للسترونج هولد او المكان اللي فيه بوابة التنين. فهفضل ماشي بالجنب بالطريقة دي كده لحد ما اقابل البوابة بتاعت النذر اللي انا عاملها. او طبعا في طريقة تانية، ويعني ممكن في ناس تانية بتكون بفضلها، اللي هو الواحد يمشي في خط مستقيم بعد ما نوصل. بعد ما وصلنا بقى لقينا عمك الاندرمان ده مستنيني، انا مش عارف هو بيعمل ايه هنا بصراحة، بس يعني ممكن يكون ده بسبب ان انا نسيت احط تورتشز، وطبعا يعني لازم احط تورتشز لان انا قلت ان احنا عايزين نأمن المكان ده قدر الامكان. فطبعا عشان ما يطلعش اي موبس بعد كده، ولا بيجلين ولا اندرمان ولا غيره، بنحط التورتشز حوالين المكان يا جماعة، تمام؟ بس ده مش موضوعنا دلوقتي، احنا موضوعنا ان النذر ديت فاكرينها لما كنت قلت لكم في السترونج هولد. تعالوا ندخل جوه دلوقتي اوريكم ده كان قصدي، تمام؟ شايفين دلوقتي انا جنب البوابه بتاعت التنين بالظبط. يعني بعد كده بدل ما امشي 2000 بلوكايه في العالم الخارجي المسافه ما بين بيتنا وما بين السترونج هولد هنا، لا انا هطلع جوه النذر بتاعتي وبعد كده همشي مسافه 250 بلوك في النذر فوق، امان جدا جدا، وانزل الاقي نفسي جنب بوابه التنين على طول عشان ادخل الاند سيتي بعدين، لان انا برضو ناوي ان انا اعمل فيديو عن الاند سيتي عشان عايزين نجيب بقى الايترا يا جماعه، والايترا دي اللي بتخلينا نطير لو مش عارفينها. اكتبوا لي يا جماعه لو متحمسين للفيديو بتاع الان سيتي. اتمنى ان الفيديو ده يوصل بجد يعني 100 لايك لاول مره في القناه، الفيديو ده يوصل 100 لايك عشان اعمل الفيديو بتاع الان سيتي، استكشاف الان سيتي، وان احنا نجيب الجناحات بتاعتنا عشان نقدر نطير بعد كده في العالم بتاع ماينكرافت، تمام؟ هنرجع بقى نكمل ربط بوابات النذر بتاعنا، بس انا بصراحه متضايق من الاندرمان اللي هنا ده. انا عايز اخلص منه. يلا يلا مع السلامه بقى، امشي من هنا يا عم. لا هو اختفى ولا ايه؟ الاندرمان الاهبل يا جماعه طلع اصلا فوق البيد روك، يعني عدى الحدود بتاعه اللعبه بتاعه ماينكرافت، فكده هو في الفويد او في الفراغ مش هيعرف ينزل لي تاني، يعني كده بالسلامه. ما علينا، هو كده كده كنت حاضر اخلص منه بسهوله، يعني انا معايا درع نذرايت ولسه مخلصين على التنين، اكيد يعني هنقدر نخلص على حته اندرمان يعني، صح ولا ايه؟ الممر بقى يا شباب او الطرقه اللي احنا عملناها دي، انت يعني ممكن تزينها بطريقتك، يعني حاول تخلي الشكل يعني الشكل بما يتناسب مع ذوقك، يعني انت وراحتك. انا عملتها بالشكل ده، بس برضو هعملها بشكل احسن من كده، لان انا مش عايز ان انا امشي كل المسافة دي ماشي، لا ده انا هعمل حاجة احسن من كده بكتير كمان، هوريها لكم في اخر الفيديو، انا متأكد انها تعجبكم. كنت قلت لكم بقى ان احنا ممكن بدل ما نتحرك
باتجاه ميل كده، لا ممكن ان احنا نتحرك في اتجاه الاكس وبعد كده نروح كسرين في اتجاه الزد. يعني احنا دلوقتي زي ما مكتوب في الشات انا محتاج ان انا اوصل اكس 168 وزد 164، تمام؟ وانا شايف لما اضغط في الاف 3 ان انا الاتجاه ده بيزود الاكس، تمام؟ فهنفضل نحفر الاكس في الطريق مباشر، واذا قابلنا مكان فراغ زي كده ممكن نقع طبعا من فوق، فخلوا بالكم ما تمشوش باستعجال، يعني ما تمشوش مستعجلين لان هنحتاج ان احنا نعمل بريدجز زي كده او كباري او جسور من فوق، من احنا نطلع ندوس على حرف الشيفت واحنا بنتحرك، نفضل ضاغطين على حرف الشيفت عشان نحط البلوكات، نعمل طريق يعني طريق من فوق يكون امن 100% عشان احنا هنفضل برضو رايحين جايين على الطريق ده كتير. يعني بعد ما بخلص بقى يا شباب ببتدي ان انا اعمل الطريق اللي انا هروح بيه. انا الفكره اللي جت على بالي ان انا اعمل سكه حديد، تمام؟ عشان اعمل السكه حديد هحتاج شويه ريل وايز اللي احنا جبناهم في الفيديو بتاع استكشاف الماين شافت، جبنا سكك حديد كتير واحنا ماشيين وسهل ان احنا نجيبها برضو يعني من الكرافتنج تيبل، مش صعبه. بعد كده بحفر بلوكتين واحط فيهم ريد ستون تورتش، بنجيبه بالريد ستون، وبعد كده اقفل البلوكات اللي فوقه، وعلى البلوكات دي احط الباور ريل. الباورد ريل ده هو اللي بيخلي العربية تبقى سريعة، فالحركة تكون اوتوماتيك، ما احتاجش ان انا احرك في العربية او اعمل اي حاجة اصلا، هسيب الكيبورد خالص وهلاقي ان العربية بتتحرك لوحدها. هعد 6 بلوكات ما بين كل باورد ريل والتانية واملى 6 بلوكات دول بريلز عاديين او قضبان سكك حديد عادية خالص زي كده. وبصراحة الطريقة دي مكلفة وفي طرق تانية برضو ان احنا نعملها. تقريبا ارخص طريقة هي ان انا اجيب بوت عادي او قارب عادي واحطه على ايس بلوكس، يعني اللي هو بلوكات التلج، هتلاقي برضو ان الموضوع بيبقى سريع معاك، التحرك التنقل بيكون سريع معاك. بس انا معايا اصلا ريلز او قضبان كتير جايبها من الماين شافت في الفيديو اللي عملناه بتاع الماين شافت، لان استكشفت 2 ماين شافت، فليه لا هستخدمها معايا هنا ونشوف. يعني هوريكم شكلها الناتج النهائي بيكون عامل ازاي في نهاية الفيديو، يعني حتى شكلها بيكون لطيف وبصراحة انا استمتعت جدا بيها. يعني هنشوف دلوقتي لو انت بتحفر قابلت ان فيش تنفع ناس تحفر بلوكتين تحتك، يبقى في الحالة دي مش شرط ان هي تكون تحتك، عادي ممكن نفعلها بان احنا نحط الريدستون تورتش في البلوكاية اللي جنب الباور دريل. يعني ينفع نحطها في البلوكاية اللي جنبها على اليمين او على الشمال او قدامها او تحتها، المهم تكون في البلوكاية المجاورة ليها، تمام؟ بعد ما خلصنا بقى يا شباب شايفين عاملين دلوقتي 3 طرق بيودونا لمكانين. الطريقين الاولانيين هما اللي بيودوني للسترونج هولد اللي عملناهم في اول الفيديو، المتعرج والمستقيم ده، والطريق الثالث هو اللي بيوديني للنيدر فورتريس، وده ما فيهوش اي بوابه نيدر جوه، هو كل مهمته ان هو بينزلني عند المكان اللي فيه السبونر بتاعه البليزز، عشان كل ما نحتاج بليزز او حتى عشان لما نعمل بليز فارم قدام في الفيديوهات اللي جايه. بالمناسبه لو الفيديو ده جاب 100 لايك يا جماعه انا هعمل بليز فارم على طول ان شاء الله، فاعملوا لايك بقى. هنجرب بقى العربيه ويلا بينا. انا عايز رايكم يا جماعه بجد بجد بجد، المشوار ده مش كان مسلي؟ يعني انا حاسس بجد ان انا كنت متمزق قوي وانا راكب على العربيه دي، انا كنت سايب الكيبورد تماما يا جماعه تماما، وهي وصلتني للمكان اللي انا عايز اروحه. دلوقتي انا رايح للنيدر فورتريس، هنزل على طول على النيدر فورتريس وهلاقي تحتي السبونر بتاعت البليزز، اقدر ان انا اجمع شويه بليزز واطلع تاني
ومنها اركب العربية تاني والعربية توديني للنذر اللي في بتوديني على البيت بتاعي بسهولة جدا. ولو عايز اروح حتى للسترونج هولد برضو نفس الكلام بسهولة جدا. شايفين السبونر هنا اهي. او ماي جاد، مش انا مش عايز اخد بليزز دلوقتي، انا بس بوريكم مثال. هنطلع بقى دلوقتي على السلم تاني ونركب العربية ونروح للبوابة بتاعت النذر اللي بتوديني للبيت بتاعي. بكده يا شباب اكون وصلت لنهاية الفيديو، يعني حاولت قدر الامكان انا ابسط المعلومات ليكم. انا عارف ان الفيديو النهاردة ده كان بيحتوي على معلومات كتير، يعني ممكن يعني مش كل الناس تستوعبها بصراحة، بس اعتقد يعني لو شفت الفيديو اكتر من مرة، ممكن مرتين تلاتة، هتستوعب المعلومة كويس. ولو نفذتها في العالم بتاعك في ماينكرافت، انا متأكد 1000000% انك هتستوعبها، ومتأكد 1000000% كمان ان هي هتفيدك في التنقل في العالم بتاعك في ماينكرافت، عشان تجيب بلايزز، عشان ترجع للسترونج هولد وتروح لبوابة التنين وترجع منها للبيت بتاعك بدون ما تتحرك مسافات كتير في العالم بتاع ماينكرافت. يعني مفيد جدا بصراحة يا جماعة. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو ده، وما تنسوش تسيبوا لي رأيكم في الكومنتات لو عندكم اي استفسارات او اسئلة او تشجيع طبعا. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتم جديد هنا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.